الحلقة الرابعة من سلسلة Bus of Hope تنطلق اليوم، وفيها رح منركز على الدعم النفسي الاجتماعي وأهمية صحة المريض والأسرة. رح يقوم الباص بجولة حول المناطق اللبنانية لنشر الوعي والثقافة عن مرض سرطان الأطفال. شاركت بالويلنس بروجرام سيشنز اللي بيصيروا بالمركز مثل الارت والموسيقى واليوغا، خلوني انا ورفقاتي صار عندنا ثقه بنفسنا اكبر ونكون ايجابيين اكثر. وتبلش صفوف موسيقى واني صار عندي كثير رفقات وانا مرتاح معهم. بياثر السرطان على جميع جوانب صحه المريض وعائلته، الروحيه، العاطفيه، الفكريه، الجسديه، الاجتماعيه والماليه. من المهم جدا مساعدة المرضى وأسرهم على استعادة عافيتهم بعد التشخيص. التحدث عن مشاعرهم مع أخصائي خلال مراحل العلاج المختلفة بيساعد المرضى وعائلاتهم على التغلب على الألم والضغط يلي عايشينه بهالرحلة، وبيمكنهم من معرفة وفهم مرضهم وعلاجهم بيلي بيتناسب مع أعمارهم. هدف الويلنس بروجرام أن أولادنا يتشاركوا سوا الفرحة والضحك. أنا الرسم خلاني عبر عن المشاعر اللي جواتي. بناء مستقبل النفس عند المرضى مثل بنتي وبيخليهم يصير عندهم شعور بالإيجابية، وبيبدأ تمكين المرضى من معرفة وفهم مرضهم والعلاج اللي بيتناسب مع أعمارهم. بسبب علاج سرطان الأطفال معقول يضطر بعض المرضى للتغيب عن المدرسة، ولهيك بيحتاجوا لدعم أصدقائهم ومعلمينهم للتعويض عن هالشي. يعد الحفاظ على تعليمهم أثناء العلاج أمر مهم للغاية باستعادة شعورهم بالحياة الطبيعية. أكيد ما تنسوا تعملوا فولو لصفحة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز @CCC Lebanon، وتابعوا حلقات Bus of Hope الجاية.